فاحنا ليه وصلنا للمرحله بتاعت ما اقبلش يعني انا بس اللي اعرف وانت ما تعرفش. طب التقييم في ضوء ده التعليق واهميته الرساله بقى لي دلوقتي انت عارف اولياء الامور كان في هجوم على وزير التعليم انه هو عاوز يعمل منظومه جديده للتعليم اللي هي قائمه على بناء الشخصيه بناء الانسان. صحيح. تقولي لهم ايه؟ لانه الناس واقفه ضد ده، انه انا اهم حاجه عندي الدرجات والامتحان وانه يحفظ وانه بص انا هقول لك عشان نبقى يعني بنتكلم بمنتهى العدل والصراحه في نفس الوقت. تمام. احنا عودنا الناس لاجيال وعقود ان المهم الرقم، مهم الرقم. لدرجه ان انا يعني انا عايز اقول انا كنت من العشره الاوائل على الجمهوريه بس ايه ال 101% دي وايه ال 102% ده؟ لا ده نوع من يعني شعب من العباقره كلهم. لا اولا انا مع وزير التربيه والتعليم والمساله هتاخد وقت واحنا تعودنا على حاجات. طب ندي له فرصه حتى لو احنا ده مش هيأثر علينا احنا شخصيا، هيأثر على اولادنا وعلى احفادنا، هيبقوا طلبه متفوقين يستخدموا الوسائل العلميه بشكل جيد. وبعدين مساله بقى حل الثانويه العامه دي لازم نوصل لحل بتاع التخصص في الكليه اللي انت عايز تدخلها. ما يبقاش يبقى انا لما اجيب 102% حتى لو ما اصلحش كليه الطب يلا بينا على كليه الطب او كليه الهندسه او ايا كان. كمان لازم نزود يا دكتور محمد من قيمه الكليات الاخرى ذات القيمه العلميه اللي احنا يعني مثلا كليه الاثار المفروض تبقى بتاخد مجموعه اذا كنتوا هتمشوا على المجاميع لان انت هو في اهم من الاثار المصريه مثلا؟ ولما بشوف منظر الناس وهم بيرمموا لما كانوا بيجيبوا حاجات عن المتحف المصري. تاني حاجه احنا اهملنا التعليم الفني واهميته مع ان الحرفيين يعني المستقبل في العالم للحاجات اللي الاله ما تقدرش تعملها اللي انت لازم تعمله بايدك، عارف من اول اللي بيرسم الحلاق يعني قصدي نخرج من منظومه اصل انا لو ما جبتش 101% ودخلت كليه الطب حتى لو ما بحبهاش يبقى انا فاشل. لا فانا اؤيد وزير التربيه والتعليم واقول للاهالي ارجوكم يعني رفقا بالوزير لان هو ما عملش النظام ده النظام ده بقاله سنوات. وانا هقول لك حاجه هتضحك عليها، انا فاكره ان والدي كان مره حكى لنا ان في الستينات اتعمل في بني سويف لما هو كان محافظ ليها اول مؤتمر لاصلاح التعليم.